على بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تعلن الانطلاقة والتحدي والمنافسة، منافسة أشواطنا في هذا الصباح. لازلنا مستمرين مع أشواط الانتاج والمنتجين لأشواط الصعوب بعد ما تابعنا شوط خائضا خوف مع بن حرفش، ايضا نتابع إثارة وتحدي شوط الجعدان والوسمي. عبد الله بن حمود الهاشمي من تصدر القيادة المركز الثاني، يتواجد غازي لمحمد بن راشد المدهوشي المركز الثالث، ثالث المراكز نتابع شوف الانفراد الثنائي، ثالث المراكز الوصول من لوسيل شهم بن ناصر الهاشمي، ولكن البداية المقدمة والصدارة على المركز الأول الوسمي المسيطر، الوسمي عبد الله بن حمود الهاشمي، والمركز الثاني أنا أيضا قاسي، ولكن لوسيل القادم، لوسيل المركز الأول، أطلق هذا الاسم على هذه النوعية كلوسيل، كتمثيلا كحضورا كأداء كتواجد كعشق للوسيل وأم لوسيل لأسطورة لوسيل. سلام شهم بن ناصر الهاشمي على فوز لوسيل بهذا الشوط ما شاء الله. المركز الثاني هناك قاضي محمد بن راشد المدهوشي، والمركز الثالث ايضا الوسمي لعبد الله بن حمود الهاشمي. التوقيت الزمني دقيقة و40 ثانية. تهانينا والناموس ايضا لشهم بن ناصر الهاشمي على فوز لوسيل بهذا الشوط.